عدنا معكم مشاهدينا لنتابع وإياكم حيثيات اليوم الأول، اليوم الافتتاحي الأول لمنتدى الفجيرة الثقافي بنسخته الثانية الذي يأتيكم هذا العام تحت عنوان توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي. ومنذ بعض الوقت كنا قد تابعنا وإياكم حيثيات الندوة الافتتاحية الصباحية الأولى التي تناولت موضوع الأسطورة والموروث الشعبي ولكن في القصة والرواية العربية، وكانت قد أدارت الجلسة الحوارية دكتور رازان إبراهيم وشارك فيها الكل من الروائي وسيني الأعرج ومحسن الرملي ومحمد الشحات. وربما أدعوكم لمتابعة هذا النقل الحي والمباشر معنا من خلال شاشة تلفزيون الفجيرة، لأننا من خلال هذا التنوع الثقافي سوف نحاول أن نثري مخزوننا المعرفي، نطرح الأسئلة، نتساءل ونبحث كي نصل ربما إلى خواتيم يعني تهدئة هواجسنا كمتابعين وكمثقفين في الوطن العربي. والآن دعوني أرحب وإياكم بسيدة المسرح العربي القادمة خصيصا من أرض الكنانة من جمهورية مصر العربية الشقيقة السيدة سميحة أيوب. أهلا بك معنا في منتدى الفجيرة. أهلا بك. نحن سعيدين طبعا وسعداء في هذه الجلسات والندوات من منتدى الفجيرة الثقافي الذي يأتي تزامنا لجائزة سمو الشيخ الدكتور راشد بن محمد الشرقي للإبداع. برأيك انطباعك الأول وتقييمك لمجريات هذا الحوار وهذا المشروع؟ يعني الحقيقة انطباعي الأول انطباع أسعدني جدا جدا، لأن أنا فعلا كفنانة وكمثقفة استفدت من الجلسة جدا، وأعتقد أن غيري استفاد من الجلسة، وأن كل أستاذ من الأساتذة اللي كانوا بيتكلموا أدلى بدلوي، وكل واحد له وجهة نظر في الموروث. فالحقيقة شيء غني جدا، غني بالثقافة وغني بالمعرفة. ويعني كون أن يحصل هذا الملتقى الثقافي الكبير فده شيء بيسعدني جدا. أكيد. سيدة سميحة أيوب، وأنت سيدة المسرح العربي، اليوم نحن في عالمنا العربي مما لا شك فيه أننا نتكئ على مخزون ثقافي عربي ثري جدا وله تاريخ متأصل في الجذور، ولكن في وقتنا الحاضر إلى أي مدى يلعب أو تلعب المشهدية الثقافية العربية دورا بارزا ومحوريا في المشهد الثقافي العالمي برأيك؟ هل هي موجودة؟ الحقيقة لا، مش موجودة. الحقيقة إن الثقافة العربية بمعنى العربية اللغة العربية تقهقرت. يعني تبص تلاقي على الصعيد الواسع جدا إن اللغة ابتدت تنحصر في شوية أشياء، وإن في لغة استحدثت. صحيح، استحدثت جديدة، وحتى مفرداتها إحنا مش عارفينها. الشباب هم اللي بيستحدثوا لهجات، ربما لهجات. هي لهجات، وبعدين أنت يعني مش أنت ولا أنا، يعني المجموع والمشاهدين والنشأ نسي الكلمات الراقية، نسي اللغة العربية اللي هي لغتنا الجميلة. صحيح. اللغة الغنية اللي ما فيش حد في العالم تقرب إليها إلا ما عرف إنها لغة غنية. لغة الضاد هي ولغة القرآن الكريم. لغة القرآن. ولكن لغة أدبية كمان، لغة عظيمة. إن إحنا ننساها وإن إحنا ما يحصلش تداول بيها ده أمر خطير جدا. ده خطير في جبيننا. دي وصمة في جبيننا. إن إحنا لازم نحارب زي ما بنحارب أي شيء متردي، لازم نحارب
عدم التمسك باللغة العربية الجميلة دي. ولكن ألا تعتقدين أستاذة سميحة أنه إقامة مثل هذا النوع من المنتديات أوكي وهو يعني متواصل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، إذن نحن غيورين بالفعل على لغتنا العربية ونحن نذود وندافع عنها بكل ما أتينا من وسائل وقوة ودعم ومؤازرة من قبل القيادة الرشيدة وقوة كل الغيورين على اللغة العربية، لكن أين تكمن المشكلة؟ أين تكمن المعضلة؟ المشكلة تكمن في أن تكرار هذه المنتديات الثقافية تكرارها مهم جدا، لأن أنت عارفة أن إحنا فينا حاجة كده أن إحنا تلعب مش عايزة أقول، أنا مش عايزة أقول لفظ هو لفظ سخيف لكن لازم يتقال، لأن الحقيقة عندنا روح القطيع. نعم، أن إحنا أي حد بيعمل حاجة كويسة نحاول نقلده بس ايه بخطوات بطيئه، الشيء الجميل نعم. والشيء المتردي بننفعل بيه جدا ونجري وراه نعم. لكن كثره الندوات الثقافيه والملتقيات نعم. والمنتديات وكده ده هتخليكي تمتصي السلبيات كلها، خلق صحوه ايضا للشارع الثقافي. وبعدين الناس عايزه تتوعى نعم. انك انت خلقتي اتخلق انسان كده ما حدش وعاه فطلع جاهل، طالع في مجتمع مش ملتفت للغه العربيه ولا نعم. للادب ولا للثقافه ولا، فهو خلاص جزء من كل، لكن لما يبدا يتربى ويروح منتديات ويناقش ويشتري كتاب ويحاول يقراه، النهاردة اشترى كتاب بكرة حيشتري اثنين وهكذا هتبقى عادة. أكيد أستاذة سميحة، طبعا إذا بنتكلم على عملية توظيف الخطاب الروائي في النصوص العربية، يعني الحمد لله يعني نفتخر بما يعني أوتينا من روايات جميلة. في 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 نعم. زخم أكيد. في زخم من الروايات بتتكتب نعم. ومن المسرحيات. أنا في كذا لجنة للقراءة بشوف درر فعلا نعم. من شباب طالع، فأنا مندهشة يعني بقول ايه الطاقات دي وايه الروعه دي. صحيح. والجائزه اللي معموله دي نعم. جائزه رفيعه المستوى وحتتعمل رواج في الشباب والابداع. صحيح. في الشباب، لان كل واحد عنده موهبه هيجرب وهيخش المسابقه وينجح يا يفشل المره صحيح. اللي بعدها ممكن ينجح صحيح. وهكذا، فده شيء يعني زي قبله الحياه للشباب. اكيد راح استغل حضورك، بس معلش استاذه سميحه بما انه انت يعني من الصفوه المثقفه في الوطن العربي وما شاء الله يعني الله ما راح نوفيكي حقك. شكرا. بالمدح، ولكن خلينا نتكلم على بما انه تكلمت عن الخطاب الروائي في النصوص العربيه، خلينا نحكي كمان عن تغييب النص المرجعي أحيانا من أسلوب الكاتب والروائي ووضع الحبكة في وسط الروايات. ماذا يريد الكاتب اليوم؟ لا، أنت عايز تتكلم عن الهوامش. نعم. عن الهوامش نعم. وعن أنك أنت بتفسر للقارئ مضمون حاجة لغتك مش واصله له نعم، يعني او اللهجه مش واصله له، وده يعني اتكلمنا فيها النهارده ومهمه جدا، بس ايه باقتضاب علشان ما تخشش في التفسيرات وتسيب ال المحور الادبي نعم. نفسه، فده شيء جميل وما بيضيعش اي معنى، يعني انت بل بالعكس بتفسر المعنى وتعمق المعنى في الهوامش نعم. اليوم هذا التقارب الجيوثقافي الذي شهدناه على المنصة الرئيسة في القاعة الأخرى خلال الندوة الصباحية والجلسة والعصف الذهني الذي شهدناه أستاذة سميحة، إلى أي مدى يعكس واقع الازدهار الثقافي لكي نكون متفائلين في وطننا العربي انطلاقا من دولة الإمارات؟ أنت بتتفرجي وبتسمعي وبتستمتعي من كل واحد، وكل واحد من جنسية مختلفة إن لم تكن الباقة عربية، فأنت بتشوفي الثقافة ممتدة لإيه ونوع
هضم هذه الثقافة بأي شكل، وبعدين في النهاية هي قناة واحدة اللي بترسل بس بأحاسيس ولغات مختلفة. نعم. مش لغات، لأحاسيس مختلفة وآراء مختلفة، لكن في النهاية أنت قاعدة فخورة بالناس اللي قاعدين على المنصة، لأن هم دول من ولاد بلدك. أكيد. وعرب. أكيد. يمثلون نعم. الوطن العربي. وإنك أنت قاعدة تستفيدي منهم. نعم. وتنهالي من 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 علمهم. أكيد. وأنت قاعدة. بالفعل. أكيد. أمجد اليوم في هذا في محراب الثقافة. نعم. في الفجيرة. نعم. يعني نرحب بهذه الكوكبة الثقافية والأدبية. أكيد. والفكرية. نعم. والإعلامية العريقة. نعم. من كافة أصقاع وطننا العربي. إليك الكلمة. وفي نفس الوقت هي مش مظاهرة ثقافية قد هي معرفية. نعم. مظاهرة معرفية. أكيد. أكيد. يعني بتعمق كل اللي عندك. تكامل ثقافي. بل بالعكس. نعم. أنت بتنهالي الجديد. نعم. صحيح. أستاذة سميحة، طبعا نحن سعيدين في هذا الحوار، وسنكمل حوارنا وسنتعرف عن اهتمامك بالشباب والمسرح، وسنخوض معك مجارات كثيرة في هذا الحوار. ولكن بناخذ فاصل وراجع لكم، خليكم ويانا. أكرر الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم تتابعون، أرحب بكم مجددا إلى هذا الحوار الثري الذي نستكمله مع سيدة المسرح العربي الفنانة المصرية الأستاذة سميحة أيوب. بلورت سياسة ثقافية عربية موحدة، إلى أي مدى هو حلم بعيد المنال أم أننا على مشارف تحقيقه من خلال منتدى الفجيرة الثقافي؟ يعني جملتك الأخيرة هي يعني اللي أنا أعتقد إن هي هتثمر، إن من خلال المنتدى هيحصل تداعيات كتير جدا ثقافية وسياسية. هناك توصيات جمة سوف يخرج بها طبعًا. هذا المنتدى على امتداد يومين، وأيضا طبعا باليوم الثالث سوف نشهد جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، ونحن نتطلع قدما لهذه الجائزة الإبداعية المرموقة. الجائزة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن هي أعتقد أنها سوف تسري الثقافة وحتفرز مبدعين، يعني المبدعين دول والثقافة بتحمي الوطن في نفس صحيح. الوقت. أمجد أيضا دعني أشير بما أننا جئنا على ذكر الجائزة أنه تم رفع القيمة المادية للجائزة إلى 420 ألف دولار أمريكي، وهنا نحن نتحدث عن 7 فروع يعني 3 مراكز لكل فرع، إذا نتحدث عن 21 مكرما بإذن الله تعالى. أكيد. إن شاء الله. وطبعا دي بتعمل حافز. صحيح. حافز للإنسان إن هو يبدع ويحاول، حتى لو فشل مرة هيبدأ تاني من جديد ويثقل هذه الموهبة. وبعيدا عن الجائزة المادية، حتى الفائزين بالمراتب 10 الأولى إن لم يكونوا من المراتب 3 الأولى سوف يتم ترجمة أعمالهم إلى لغات أجنبية كي تكون نافذة لهم على العالم. نعم. يعني مهم ترجمة، حتى مهم مش بالنسبة للكاتب بس، بالنسبة للوطن جميعا، المشهد الثقافي العربي، تعرف الثقافة العربية دي ايه، هم ما يعرفوش عننا حاجة، احنا بنعرف لان في مترجمات وعندنا ناس مثقفين وبيقروا اللغة بتاعتهم، لكن هناك ما بالعربي ده صعب زي ما قلنا، مش كل واحد بيقرا عربي او بيعرف عربي، فكونها تترجم يعرفوا احنا ايه ويعرفوا بنفكر. صحيح. وثراء ثقافتنا طبعًا. العربية طبعًا. وغناها طبعا. نعم. سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، لك العديد من الاهتمامات في المسرح، وأريد أن أخوض معك بعض يعني المجريات بأعمالك المسرحية واهتماماتك المسرحية. لك مقولة تقول المسرح مرآة للمجتمع ويجب احترام عقل الجمهور. طبعًا. أنا أحييك على هذا المبدأ، وأريد أن أفتح يعني أنا عشت طول عمري بهذا المبدأ حتى وأنا صغيرة. نعم. وأنا دخلت
يعني امتهنت مهنة التمثيل أو أحببت التمثيل من وأنا عندي 14 سنة. نعم. وأنا عندي 14 سنة كنت في معهد الفنون المسرحية، ومن صحيح. السنة الأولى أسند إلي بأدوار كبيرة وأدوار بطولة، وكان شكلي يعني يدي أكبر من سن شوية، كان عندي 14 سنة كان شكلي يدي 16-17، فكنت بيسندوا لي أدوار البطولة، ولأني عشقت المسرح وما زلت العاشقة الأبدية لي فكنت بتقدم وكنت بلهس وبختصر الخطوات وبجتهد ليل ونهار في أني أنا الشخصيات اللي بتوزع علي أن أنا أبنيها بناء كامل. صحيح أستاذ سمير. يعني عشت للمسرح. نعم. ومسرح المسرح اللي أنا كنت بشتغل فيه مسرح عريق. نعم. مسرح القومي، قلعة العالم، قلعة الفن في العالم أكيد العربي أكيد كله. أكيد. وأصبحت المديرة بتاعته. ما شاء الله. وأصبحت بقدم وبعمل السياسة بتاعة المسرح نفسها. جميل. ده من خلال عملي برضو، كنت بشتغل ده وبشتغل ده، وبعدين من خلال المسرحيات اللي أنا كنت بنتقيها، مسرحيات كبيرة مش مسرحيات صغيرة، مسرحيات يعني تهد جبل. صحيح. ولكن أنت مراهنة على الشباب. أنت مراهنة طبعا. أنت دائما مراهنة. وبعدين لا لا، وطلع وطلعت أجيال من المؤلفين والممثلين ومن المخرجين. لا. اليوم نحن نتحدث عن المسرح القومي، ولكن أبو الفنون اليوم في العام 2019 هل هو بخير؟ لا، أبو الفنون تعبان. أبو الفنون حصل له هل نتحدث ردة. عن قاعدة جماهيرية شغوفة؟ حاجة. المسرح مرآة للمجتمع، زي حضرتك ما قلت لي المقولة دي اللي أنا بقولها. نعم. هو فعلا مرآة للمجتمع، هو كل المتغيرات السياسية والاضطرابات السياسية في جميع الدول العربية. نعم. بتؤثر على المسرح. صحيح. ولكن أنت تقييمك للخطاب السياسي على خشبة المسرح، كيف تقيمين هذا الخطاب؟ قلنا نعم، خطابات سياسية، وكل الشغل اللي أنا اشتغلته سياسي. نعم. وسياسي يعني في ناس بيطلعوا بيقولوا سياسة على المنصة، وأنا مسميها منصة دلوقتي ما دام فيها سياسة ما هيش مسرح. صحيح. كانوا بيقولوا حاجات يعني يا الحرية إنك. نعم. تشتم في النظام، أو دي معنى الحرية في. نعم. ناس كانوا يعني بيشتموا النظام ببزاءة، وده ما هوش الخطاب السياسي. نعم. الخطاب السياسي إنك أنت تحط إيدك على الجرح وتعمل إنذار وجرز إن احذروا. نعم. يا قائمين على النظام احذروا من كذا وكذا وكذا. نعم. وإنتوا بتغلطوا في كذا وكذا وكذا. وأكم حصل تحذيرات، والثقافة دي مهمة جدا جدا. صحيح. جدا، إن ما كناش بناخد بالنا، والرقابة تقف ونقف للرقابة وهكذا، إحنا بنحب ده. وإذا كنتوا أنتوا بتسقطوا على أشياء متدنية، فمخ الرقيب هو اللي بيشوف ده. أكيد. إحنا مش شايفين ده، إحنا شايفين ده للإصلاح. اليوم الكل يتوقع أن يكون منتدى الفجيرة الثقافي أو أن يحدث نقلة نوعية في الفكر والعقل العربيين، ولكن البعض يقول أن إقامة هذا النوع من المنتديات وحده غير كاف، بمعنى أين تقع أو ما هو حجم المسؤولية الذي يقع على عاتق المناهج التربوية في عالمنا العربي للنهوض بالثقافة العربية؟ المسرح المدرسي. تبدأ من المدرسة. تبدأ من المدرسة. نعم. لأنك أنت بتربي جيل يفهم يعني إيه، تربي جيل يتذوق مزيكا، يتذوق كلمة، يعمل شعر، أنت بتربي. لكن أنت سايباهم يتربوا في اللعب والمسدسات وده. صحيح. وبعدين اتقفل المسرح المدرسي، ما عادش. نعم. في مسرح مدرسي. صحيح. يعني الأجيال كلها اللي أنت شايفاها من مخرجين ومبدعين، دول خارجين من المسرح المدرسي. إذا نحن بحاجة إلى تحديث المناهج. أيوة. التدريسية. لا، كونك أنت تمنع المسرح المدرسي وتلغيه من الدراسة
دي جريمة بترتكب في حق الجيل. ما السبب وراء ذلك برأيك؟ لماذا تم إلغاء المسرح المدرسي من المناهج الدراسية؟ والله بقى وزير ولا أقصد السبب ليس لماذا، أعني لماذا الرؤية في إلغاء التسطيح. نعم السبب التسطيح، لأن يعني الثقافة هو آخر حاجة نفكر فيها. نعم احنا بنفكر في الباور السياسي، او ربما تبدلت اوجه الثقافه اليوم، بنفكر في الباور السياسي، بنفكر نعمل حاجات تانية، لكن الثقافه دي مش فاهمين انها لقمه العيش. صحيح الثقافه دي يعني الثقافه دي زي لقمه العيش فعلا. لازمه ان الواحد ما كلهاش يموت فعلا. فاللي حاصل موات. نعم هو الانسان بلا عقل بلا فكر بلا موقف للأسف أستاذة سميحة نجد هذه الثغرات وهذه الفجوات والمطبات في مجتمعنا. إحنا شغلتنا كمثقفين وكل المنتدوات دي بننادي بده، فضروري أكيد 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 تحدثتي. وأكيد ده متحس. نعم متحس وبيتصلح. تحدث هو بيتصلح دلوقتي. نعم. تحدثت عن أهمية المسرح المدرسي، و يعني أضم صوتي وأصواتنا لكلمتك بأهمية الإذاعة المدرسية أيضا، لأنها طبعاً تعد أول منبر طبعاً للطالب ومواجهة الجمهور وزملائه الطلبة. المسرح اليوم له العديد من المطبات والعقبات والفجوات، تحديات. هناك تحديات، هناك قيود تفرض على المسرح وعلى كتابة النص المقدم للجمهور. برأيك تقييمك للنصوص المقدمة اليوم على المسارح وخشبات المسارح العربية؟ أنا أعتقد في نصوص ممتازة. نعم ونصوص راقية جدا، للأسف ما بتخترش، قد ما بيختروهاش، قد تكون تحمل رسائل مبطنة لهدف لها غاية. لا المسألة بتبقى عفوية. نعم. وبتبقى اللي قدامنا، ما بنحاولش نبحث ونشوف، بتبقى اللي قدامنا وقدامنا يتعمل بدون دراسة منهجية. مفيش منهج لأي فرقة أو صرح فني، مفيش تخطيط إنك أنت هتقدم السنة دي إيه، الجو العام بيقول إيه. يعني أنا لما كنت ماسكة الفرقة كنت بشوف الجو العام والسياسي إيه والبلد محتاجة إيه، أو مختار النص اللي يتمشى مع ده، مش أي نص لذيذ أقوم حطه. صحيح. لا لازم يحصل نبض بينك وبين الجمهور. فده الإنسان الواعي سياسيا وواعي ثقافيا. صحيح. وعايز يعمل أجيال ومسيس. نعم. يكون الإنسان اللي على رأس المكان مسيس، يفهم إيه الناس أقدم لها إيه النهارده. أود أن أتوقف معك أستاذة سميحة عند الغزو الفكري والثقافي الغربي لثقافتنا العربية، وعندما نتحدث عن الثقافة العربية طبعا نحن نتحدث عن فرع من أفرع الحضارة الإسلامية، وهي تمييز وليس تمايز، ولكن الثقافة العربية تعتبر يعني جزء من تاريخ الرسالة الإسلامية. ما هو ده اللي أنا كنت بقوله في أول كلامنا، إن لازم ترجمة لكل الأشياء عشان الناس تقرأها وتعرفها. أنت عندك محصورة في مكان محصورة، لكن أنت عندك برضو ناس عندهم عقدة الخواجة، الخواجة متميز. نعم عندك ناس كده يعني بيبصوا لبرة. ليه؟ لأن هم شايفين هذا سطحية في التعاطي، سطحية بالتعاطي، لكن السواد الأعظم. نعم نعم. فأنت لازم كل الموروثات اللي عندك تترجم وتطلع والعالم يشوف، هو متشوق ومتعطش ان هو يعرف الـ 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 الادب العربي ده ايه، والموروثات بتاعتنا ايه، والحاجات الغيبيات برضو بـ 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 بتشغل دماغه، ولكن والحضارات بتشغل دماغه. ده كله لازم يترجم ويشوفوه. الا عندهم يعني في بعض الحاجات القيمة مترجمة وبيقروها العلماء، مش ابن الشارع. مستشرفين. احنا عايزين ابن الشارع يقرأ، هو الذي يقرأ زي ابن الشارع عندنا ما بيقرأ المترجمات. صحيح.
ولكن هناك من قد يعارضك في وجهة النظر هذا، يقول من أيام جبران خليل جبران وقبل، وميخائيل نعيمي وقبل ونحن نترجم كل هذه الأعمال الأدبية العربية وأمير الشعراء أحمد شوقي وغيره على استحياء وعلى يعني تقطير اللي بـ 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 لكن لما تبقى الترجمة عادية، أبو القاسم الشابي الترجمة من عادية للشباب للشباب الصغيرين برضو بترجمي في 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 شباب طلعوا مؤلفين رائعين، نعم لازم الفكر بتاعهم ده يتعرف up to date خالص، نعم يعني إن قريتي حاجة للشباب دول يعني تقري حاجة لحد مثلا فرنساوي أو إنجليزي أو لكاتب من الكتاب دول هتلاقي الشاب اللي عندك يتفوق عنه مليون مرة، لكن للأسف هو محبوس يعني محبوس أنت في لغته. تنادينا بترجمة الأعمال العربية الأدبية العربية. الثقافية الفنية على اختلاف ألوانها، ولكن بالمقابل ألا ترين أنه من المجدي أيضا أن نستورد بعض الثقافات والحضارات الأخرى كي نتنور تبادل منها ونوسع آفاقنا؟ ما هو بيبقى تبادل ثقافي. ده التبادل الثقافي فعلا، إن أنا أعرف وهم يعرفوا، نعم لكن مش انا اعرف وهم ما يعرفوش، لم يعرفوا شيئا فعلا. هناك ترجمات ماشيين على الجمال لغايه دلوقتي وما بنعرفش نقرا ولا نكتب ولا نعمل اي حاجه وما فيش لا نور ولا كهرباء. ده في ناس هناك من يعتقد بهذا الكلام، هذه الصوره الذهنيه. في ناس كمان عندك في بلدك ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجه، هذا ما يعرف لما تساله عن كاتب كبير يقول لك بيشتغل ايه ده، نعم لانه ناقص ثقافه ناقص معرفة. نعم دعيني أستاذة سميحة أتكلم معك على ضعف المخزون الثقافي في النصوص الركيكة المقدمة على المسارح العربية. أنت كمثقفة كيف يمكن سد هذه الفجوات اليوم؟ كيف يمكن إسعاف صديقك المسرح ويعني إعطائه جرعة من يعني الثقافة وإحيائه ونعاشه؟ سؤالك بيشمل حاجات، يعني انت اتكلمت في الاول عن النص الركيك، نعم ان ازاي نساعد، نعم النص الركيك ده مين اللي بيختاره؟ ما هو ده اختيار، صحيح اختيار راجع للانسان نفسه اذا كان انسان واعي وفاهم او سطحي. صحيح السطحي بياخد الحلويات الظريف وبتاعه ياخد، لكن الإنسان المثقف اللي فاهم اللي واعي المسيس صحيح هيختار نص شامل صحيح لكل عميق هذه الأشياء. صحيح أوافقك الرأي. بترجع للشخص نفسه اللي محطوط على رأس هذا الجهاز إذا كان رجل مثقف ولا مجرد إداري. صحيح. طبعا الحديث معك شيق جدا ونحن نحتاج إلى أيام وتبحر أكثر في هذا جزيلا. الحوار الثقافي العميق. سيدة المسرح العربي الفنانة المصرية سميحة أيوب نورتينا في الفجيرة. أشكرك. مشاهدينا الكرام نتابع معكم من محراب الثقافة من عروس الساحل الشرقي من إمارة الفجيرة هذا المنتدى الثقافي، ولكن عقب الفاصل.